يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدخل السنة النبوية في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ هل السنة من الذكر؟ لا، الظاهر والله أعلم أن هذه الآية في القرآن خاصة، لكن السنة تدخل في وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي قوله صلى الله وفي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن، تفسير للقرآن، وهي من الله جل وعلا. نعم.